مرحبا. الجفاف المهبلي هي من أكثر الأعراض والمشاكل اللي منشوفها بعيادات طب النساء والتوليد. معكم الدكتور رشاد حداد، استشاري طب النساء والتجميل. الجفاف المهبلي ليش مشكلة؟ مشكلة لأنه في مثلث من المشاكل بتترافق معه، اللي هي الآلام أثناء الجماع والحياة الزوجية والالتهابات المتكررة. أسبابه قد تكون هرمونات، قد تكون السبب حتى هي التهابات متكررة، أو قد يكون مشاكل نفسية أخرى. علاجاته من البساطة كتير المعادلة، إنه إذا عرفنا السبب بيتعالج، إذا في نقص هرموني بيتعالج، إذا في التهابات بتتعالج، وإذا ما في سبب آخر وبدنا نعالج الجفاف المهبلي ونعالج ما يتتراكم من خلاله من مضاعفات أو من مشاكل أثناء الحياة الزوجية، هون بتجي التكنولوجيا اللي عم تخدمنا فيها، إن كان بالليزر المهبلي، بالراديو فريكوانسي، أو بالبي آر بي. للترطيب فينا نستعمل الهايلورونيك أسيد نفسه اللي بيستعملوه زملائنا بطب جراحة التجميل وأطباء الجلدية، ويضاف إلى الليزر، راديو فريكوانسي والبي آر بي. أهلا وسهلا.